انا عندي تعليق بس على هل شي يسمونه ياسر العباس الله يسعده ويوفقه امين. في يوم الممر جاني وقال انت وش يسمونه انت الجمهور طفش منك ما عندك غير قصايد ايش بقى قاعد تتكلم دقيقه هو ايش بقى قبل لا تخش قبل لا تخش قبل لا تخش في القصيده سب لما بعد ما نزلت من بعد ما رحت من الكرسي اللي كنت جالس فيه مع ياسر ايوه تمام لما رجعت ماذا كان يخالجك من شعور لازم ادي لغاته هو قاعد يتكلم لا الشعور والله اني الحمد لله كنت واثق بالله اني بكمل حلو وكذلك لانه حجه اللي رماها ياسر الله يستر علينه عليه مردوده عليه الحين هو يقول للجمهور طفش منك وما طفش منك تصريح قوي والله العظيم لانه شوفوا يا جماعه عرفت لقبك اسبوع كل هذه الاوراق كل هذه الاوراق مو انا اللي جايبها معي كلها قصايد مين اللي طالبها مني مين جمهورنا العزيز والكريم والله وهذا شيء يشرفني ويسعدني كفو فيجيني يقول لي انت الجمهور طفش منك انا لا بالعكس انا لبي رغبه جمهورنا العزيز طيب يلا لبي لنا واحده من طلبات واحده من طلبات الجمهور واحد انا شفت الاوراق معي ضد اختبار والله من جد جايب اربع اوراق ترى هنا خمسه او سته لا واحده